توجد في كندا العديد من المواقع الشهيرة التي تحوي وتضم قواعد بيانات مميزة للعديد من الوظائف الحكومية والخاصة، ويشتهر سوق العمل الكندي بأنه من أهم أسواق العمل المستقرة في العالم، بالإضافة إلى أنه سوق مفتوح لآلاف المهاجرين من جميع أنحاء العالم. أهم مواقع الوظائف في كندا: تعتبر هذه المواقع من أشهر المواقع التي تقدم هذه الخدمة، بالإضافة إلى كونها من المواقع الأكثر ثقة في هذا المجال. موقع مونستر: يوفر الموقع العديد من فرص العمل الجيدة مع المساعدة في الاستعلامات المتعلقة بالوظيفة، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الموقع على العديد من الآراء والمشورات التي يقدمها العديد من الخبراء في مجال التوظيف. موقع وورك أبلس: تعمل شركة وورك أبلس للتوظيف في السوق الكندي منذ أكثر من 15 عاماً، ويتم الإعلان في الموقع عن العديد من الوظائف في الشركات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء البلاد. موقع وظائف كندا: كندا جوبز تشمل المجالات التي يقدمها الموقع مجالات مثل الفضاء والمجالات الطبية والصحية، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى المختلفة، وحتى المجالات الرياضية سوف تجد لها نصيباً كبيراً على موقع وظائف كندا الشهير. موقع إنديد: يستمد هذا الموقع أهميته من كونه موقعاً عالمياً يخدم كل مجالات وأنواع الصناعة تقريباً. موقع إليوتا: يعد موقع التوظيف هذا مخصصاً للبحث وإيجاد المتقدمين المناسبين لأفضل 100 صاحب عمل في كندا. موقع بنك الوظائف الكندي: كندا جوبس بانك هو في الأساس موقع حكومي للتوظيف، وقد أنشأته الحكومة الكندية لكي يعلن عليه عن آخر الوظائف المتاحة في البلاد في جميع المجالات والتخصصات. كما يتميز الموقع بأنه يحتوي على أقسام خاصة للوظائف المتاحة للطلاب وللشباب حديثي التخرج في كندا. موقع ووظائف: واو جوبس. يتميز هذا الموقع أيضاً بوجود واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام ومناسبة للجميع، وهي شركة تقدم واحداً من أكبر محركات البحث عن الوظائف في كندا. موقع سيمبلي هايرد: يتيح الموقع الاختيار بين الوظائف إما بدوام كامل أو بدوام جزئي، ومن المؤكد أنك ستجد على هذا الموقع وظيفة تهمك وتناسبك. موقع كارير بيلدر: هي شركة دولية تعمل في مجال التوظيف في عدد من أنحاء العالم ومنذ فترة طويلة. كما تملك الشركة موقعاً يعتبر من أهم مواقع الوظائف في كندا، كما يقدم الموقع ركناً مهماً عن أهم وأحدث أخبار الصناعات في كندا وفي العالم بشكل عام.